Conservative estimates suggest that well over 700 children have been killed and over 1,000 more. الأوضاع تتفاقم في اليمن ونحن نواجه عراقيل في توصيل المساعدات منذ أكتوبر الماضي. هكذا وصف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن الوضع الإنساني في البلد مع استمرار منع وصول المساعدات إلى المدنيين المحاصرين من قبل ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع. مدن تنهار والمواطن اليمني محروم من أبسط حقوقه. المبعوث الأممي إسماعيل الدشيخ أحمد من جهته أكد أن جماعة الحوثيين تتعمد تأخير ومنع وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، مضيفا في إفادته أمام مجلس الأمن أنه خلال أسبوع واحد في فبراير الماضي رفضت وزارة الداخلية بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين منح تصاريح انتقال لثلاث بعثات أممية من صنعاء إلى إب وتعز. في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن لبحث الأزمة الإنسانية في اليمن، أشار منسق الشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين إلى أن مساعدات من منظمة الأغذية واليونيسيف كان من المفترض أن تصل في أكتوبر الماضي، لكنها ما تزال حتى الآن معلقة بعد رفض الميليشيا السماح بدخولها، مشددا على ضرورة أن يضغط مجلس الأمن للسماح بوصول المساعدات الإنسانية وحركة التجارة داخل اليمن وبين اليمن وجيرانه. لا تزال الميليشيا الإنقلابية تنتهج نهج مجرمي الحرب، فلا يزالون يستخدمون التجويع كوسيلة من وسائل الحرب الظالمة. ممثل اليمني في الأمم المتحدة خالد اليماني قدم عرضاً عن الحالة الإنسانية في اليمن مع استمرار الميليشيا بحربها وحصارها على المدنيين، مبدياً تعجبه من عزوف المنظمات الدولية عن تسمية من يقوم بنهب المساعدات الإنسانية ومنع وصولها إلى المدنيين، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية ذلك. تجمع كل المنظمات الدولية وكل المسؤولين الأمميين على كارثية الوضع الإنساني في اليمن، ولكن عند نظر إلى المعالجات لا يرى اليمني المحاصر بالميليشيا شيئا مما تفعله الأمم المتحدة عادةً.